مرتدة. يا سلام على المرور الممتاز ونقل كرة في الجهة اليمين. دبل حصن، كرة عرضية خطيرة، وهدف أول في المباراة. هدف أول في المباراة بكرة ملعوبة وكرة رائعة جدا عن طريق اللاعب لوغمان الذي وجد نفسه أمام المرمى، وبالتالي صعب على لاعب محترف بإمكانيات لوغمان بأن يضيع الكرة الماضية. هدف أول لفريق دبل حصن يسجل بعد أفضلية من خلال الدقائق الماضية وبعد سيطرة من خلال 10 دقائق ماضية. شوف الكرة الملعوبة الممتازة في الجهة اليمين والكرة العرضية المثالية والتغطية الغير موجودة إطلاقا من مدافعي فريق البجيرة، وبالتالي الكرة استغلت ووجدت الطريق إلى المرمى بأقدام هولمان أو لوهمان، وبالتالي الهدف الأول في هذه المباراة 1-0. طبعا الفريق اللي متقدم حتى الان فريق دبل حصن اللي خسر مباراته الاولى 4-2، وبعد ذلك عاد عوده قويه جدا امام فريق العربي وحقق انتصار. وكره جول، فريق البجيره يتمكن من ان يعدل النتيجه في كره مباغته في اللقطه الماضيه، وبالتالي هدف التعادل عن طريق اللاعب ابراهيم خميس اللي يعدل نتيجه هذه المباراه. التغطية من قبل المدافعين كانت غائبة وغير موجودة إطلاقا مدافعي فريق دبل حصن، وبالتالي اللاعب إبراهيم خميس يستغل هذا الخطأ. شوف الكرة العرضية، شوف الخروج الغير موفق إطلاقا وغير مبرر من حارس المرمى، خروج خاطئ من حارس المرمى، وبالتالي يستغل من قبل لاعبي فريق الفجيرة لتصبح النتيجة الآن 1-1 التعادل في هذا المباراة. كان من المفروض انه يعني ما يخرج في هذا التوقيت، خرج في توقيت غير سليم وغير صحيح اطلاقا، وبالتالي وجد ابراهيم خميس نفسه امام المرمى وهو فاضيا، وبالتالي تمكن من التابع. سيحاولون استغلال هذا الخطا بكل تاكيد لاعبي فريق الفجيره. كره بتلعب، جول جول، يا سلام، كره في مكان سليم حطها اللي هو اللاعب رقم 37 جوسيمار دي سيلفا المحترف البرازيلي، يضع فريق الفجيرة في المقدمة في هذه اللحظات بكرة كانت خطيرة جدا وكانت في مكان خطير، تمكن من أن يستغلها ويستثمرها بالشكل الصحيح، وبالتالي هدف حطها في زاوية صعبة جدا على حارس المرمى الحارس حسن إبراهيم، وبالتالي كرة في الشباك تعلن عن تقدم فريق الفجيرة مجددا في هذه المباراة. جوسيمار دي سيلفا بلمسة برازيلية ساحرة رائعة حطها في الزاوية الصعبة والمستحيلة على حارس المرمى، وبالتالي هدف ثاني يسجل لفريق الفجيرة الذي يقدم الآن أداء جيدا في هذه اللحظات ويتقدم من جديد بعد أن كان متأخرا بهدف مقابل لا شيء.